السلام عليكم، كيف حالكم طلاب الصف الأول؟ لقد اشتقت إليكم كثيراً. اليوم في مادة الرياضيات درس العدد المفقود. أول بمساعدة ماما احضر ورقة وقلم واكتب معاه قاعدة العدد المفقود أو الجمل المفتوحة. فهمنا للسؤال هو نص الإجابة، نص الحل. الآن يا أول يلا مع بعض. القاعدة الأولى، في عملية الطرح إذا كان الرقم المفقود في بداية جملة الطرح نجمع الأرقام القريبة كما درج. في عملية الطرح إذا كان الرقم المفقود في بداية جملة الطرح نجمع الأرقام القريبة. مثال، المربع المفقود ناقص 11 تساوي 8. في هذه الحالة أول لما تكون الأعداد قريبة من بعض بنجمع. الآن 11 في عقلي 8 على أصابع اليد. يلا بنكمل على العدد، 11 12 13 14 15 16 17 18 19. إذا الناتج هو 19، المربع المفقود 19. أصبحت المسألة 19 ناقص 11 تساوي 8. إذا يا أول إذا كان المربع المفقود في الأول نجمع آخر عددين الأرقام القريبة. فهم هاي يا أول، فهم وحفظ، واضح؟ فهم وحفظ هاي المسألة. الآن القاعدة الثانية، إذا كان الرقم المفقود في المنتصف فإننا نطرح. إذا كان الرقم المفقود في المنتصف فإننا نطرح. الآن انظر لهذه المسألة، 10 ناقص العدد المفقود في الوسط تساوي 6. هاي الحالة شو بعمل يا أول؟ بنقص 10 أصابع اليد نجيب 6، كم بقي لدي؟ 4. إذا العدد المفقود 4. إذا يا أول فهم وحفظ هاي القاعدة بيساعدني على حل جمل المفتوحة. كمان مرة للجميع، إذا كان الرقم المفقود في المنتصف فإننا نطرح. 10 ناقص 6 ما هو الناتج؟ 4. طيب في طريقة أخرى للحل، إما بعمل أصابع اليد بهذا الشكل 10 بطرح منهم 6 الباقي 4، أو بعمل طريقة الخطوط يا أول. 6 كم بقي لحتى تصبح 10؟ 6 7 8 9 10، الناتج 4. إذا العدد المفقود هو 4. القاعدة الأخيرة عملية الجمع. في عملية الجمع سواء كان الرقم مفقود بالأول أو المنتصف فإننا نطرح. كمان مرة، في عملية الجمع لاحظ يا أول الإشارة مهمة جدا في فهم المسائل وطريقة الحل. يعني إحنا الجمل المفتوح الأول تعتمد على الإشارة، إما ناقص أو جمع، واضح؟ الآن في عملية الجمع سواء كان الرقم المفقود بالأول أو بالمنتصف فإننا نطرح. مثال، الآن مربع المفقود في الأول إشارة الجمع زائد 9 تساوي 14. في هاي الحالة إيش بدي أعمل؟ نطرح. في هاي الحالة نطرح. إذا كان عندنا الإشارة بعد المربع المفقود جمع، في هاي الحالة أول نطرح. الآن 14 ناقص 9، يلا يا أول 9 كم بقي لحتى تصبح 14؟ يلا 9 10 11 12 13 14، كم خط يوجد لدي؟ 5. إذا الناتج هو 5، واضح؟ كمان مرة، في عملية الجمع، سواء كان الرقم المفقود بالأول أو المنتصف فإننا نطرح. في هذه الحالة أول إذا كانت عندنا بعد المربع المفقود، إشارة جمع والأعداد قريبة من بعض بنطرح يا أول. كمان مرة، في عملية الجمع إذا كانت عندنا المسألة جمع الإشارة زائد والمربع المفقود بالأول أو المنتصف يا أول بنطرح. إذا كانت الأعداد قريبة بهذا الشكل بنطرح، وإذا كان العدد المفقود بالمنتصف كمان بنطرح، واضح؟ الآن يا أول ننتقل إلى تمارين الكتاب صفحة 26. الآن اكتب العدد المفقود. حلينا أول 5، الآن نحل 6. 14 ناقص 0 تساوي 14. في هاي الحالة يا أول عندي عدة أمثلة. أول انظر إلى السبورة،
مثال أعطاك المربع الأول مفقود، واضح يا أول؟ المربع الأول مفقود. ننتبه أول للإشارة، ناقص المربع الثاني مفقود تساوي مثلا 18. في هاي الحالة أول الحل سهل جدا، أنت مباشر شو بتكتب؟ 18 ناقص 0 الناتج 18. طيب يا أول، في هاي الحالة أي عدد بطرحه من صفر بعطيني العدد نفسه، أي عدد بطرحه من صفر بعطيني العدد نفسه. مثال آخر، بالكتاب موجود الناتج 14، عندنا يا أول الإشارة طرح في هاي الحالة أي عدد بطرحه مع صفر بعطيني العدد نفسه، أي عدد بطرحه مع صفر بعطيني العدد نفسه. الكتاب عندك مربع ناقص مربع تساوي 14، في هاي الحالة شو بعمل يا أول؟ 14 ناقص 0 الناتج 14. مثال آخر يا أول، لو كان الناتج مثلا عندك 15 وكان عندك الإشارة هون طرح، لاحظ يا أول في كل مسألة بركز على الإشارة، فهمنا للسؤال هو نص الإجابة. الآن عندنا مربع ناقص مربع تساوي 15. الآن يا أول 15 ناقص 0 تساوي 15، هاي حفظ فهم، واضح يا أول؟ حفظ وفهم. طيب مثال آخر، لو كان عندي مثلا 10 مربع فارق ناقص مربع فارق تساوي 10، في هاي الحالة بطلع على الإشارة عندي هون طرح أي عدد بطرحه مع صفر بعطيني العدد نفسه، 10 ناقص 0 الناتج هو 10، واضح يا أول؟ الآن انظروا إلى الكتاب صفحة 26. يلا يا أول، يلا حبايبي، 8-7. انظر أعزائي الطلبة إلى الكتاب تمرين 7. مع أريج 13 قطعة حلوى، أعطت أختها عددا منها، أعطت معناته نقصت، رح ينقصوا أول، فبقي معها 8 قطع، كم قطعة حلوى أعطت أريج أختها؟ الآن يا أول إذا العدد المفقود في الوسط مباشرة، أريج معها 13، نكتب 13، أعطت أختها معناته الإشارة ناقص، مربع يساوي 8، بقي معها 8، يعني المسألة محلولة. كمان مرة نفهمها، مع أريج 13 قطعة حلوى، نكتب أول 13، أعطت أختها معناته ناقص، رح أنقص، بحط مربع يساوي بقي معها 8 قطع، يعني من 13 ضل معها 8، كم قطعة حلوى أعطت أريج أختها؟ الآن يا أول نكتب المسألة كالآتي، حل المسألة، مع أريج 13 قطعة حلوى، أعطت أختها عددا من الحلوى، مش معروف كم أعطتها، بقي مع أريج 8 قطع، في هاي الحالة أول بكمل على العدد، يلا 8 كم بقي حتى تصبح 13؟ يلا أول 8 9 10 11 12 13، كم خط يوجد لدي؟ 1 2 3 4 5، ما هو الناتج؟ 5. إذا كم قطعة حلوى أعطت أختها؟ 5، واضح يا أول؟ واضح؟ الآن تمرين رقم 8، أنا عدد، إذا طرح مني 8 أصبح 11. الآن يا أول بدي أجمع آخر عددين اللي هي 8 و11، طلع اللي عندي أول. الآن مش معروف شو هو العدد، ناقص أنا عدد إذا طرح معناته الإشارة ناقص، أنا عدد، هلا هون أنا عدد، عدد مفقود، إذا طرح مني ناقص معناته 8، بكتب 8 أصبح 11 تساوي 11، في هاي الحالة أول العدد المفقود في الأول والإشارة عندي ناقص، شو حكينا؟ نجمع الأرقام القريبة، بجمع 11 زائد 8، يلا الأول 11 في عقلك مع بعض، 11 في عقلي 8 على أصابع اليد، يلا 11 12 13 14 15 16 17 18 19، إذا الناتج هو 19
نضع المربع الأول 19. إذا كان المربع الأول مفقود والإشارة عندي ناقص، بجمع الأرقام القريبة، بضع العدد الأكبر في عقلي والعدد الأصغر على أصابع اليد. إذا الناتج هو 19 ناقص 8 يساوي 11. إذا يا أول الجمل المفتوحة أو العدد المفقود بيعتمد على فهمك للسؤال، تمكنك لفهم القاعدة بالإضافة إلى تمييز الإشارة. تمييز الإشارة إذا إحنا كانت ناقص معناته بدنا نجمع الأعداد القريبة، إذا كان المربع الأول مفقود، إذا كانت عندنا المربع المفقود في الوسط معناته بدنا نطرح الأعداد البعيدة. واضح يا أول؟ إذا فهمنا العدد المفقود بيعتمد على حفظ القاعدة مع الأمثلة بالإضافة إلى فهمك للسؤال هو نص الإجابة. أيضا يا أول ضروري تركز على الإشارة إذا كانت طرح أو جمع. أتمنى أن ينال إعجابكم. وواجبي أول صفحة 26 تمارين الكتاب. واضح يا أول؟ واجب على الكتاب. بدي أول ترسل لي فيديو على العدد المفقود سواء كان في الوسط أو في الأول. واضح؟ أتمنى أن ينال إعجابكم.